أرحب جدا وبشدة بخبيرنا في العلاقات الدولية والعلاقات العربية الدولية دكتور حامد فارس، الذي طالما استفدنا منه عبر التليفون فمنورنا بقى على الهوا في البرنامج. أنا اللي سعيد إن أنا مع قيمة وقامة إعلامية كبيرة في حدث كبير مهم جدا للدولة المصرية، ودايما الأحداث الكبيرة بتحتاج إعلاميين كبار يقدموها، تحتاج الخبر عشان نسمع منهم. خليني هنا بقى هبدأ أسألك يا دكتور على مسألة الرمزية، ويمكن احنا اتكلمنا فيها شوية واحنا على التليفون. الرمزية من حيث أو الدلالات، دلالات التوقيت والدلالات المكانية بالتعبير اللي يسموه خبراء السياسة والاقتصاد، الدلالة الجيوسياسية بتاعة استضافة هذه اللقاءات الأخوية ما بين الأشقاء العرب في العالمين. طبعا هي بتحمل دلالات كبيرة وكثيرة وتدل على مكانة الدولة المصرية أولا في قلوب الزعماء العرب. دلالة المكان وانعقادها في مدينة العالمين الجديدة هو دلالة من أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح نحو الجمهورية الجديدة، ودلالة واضحة على أن هناك زخم كبير عربي بينعقد على الأرض المصرية في مكان جديد، يعني يعبر عن الهوية المصرية ويعبر عن الهوية العربية، يجمع ويمزج الأشقاء العرب من قادة عرب على أرض مصرية، دلالة على مكانة وحب القيادة السياسية المصرية للقيادات العربية وللزخم العربي وعودة الزخم العربي الأخوي، ودلالة قاطعة على أن هناك لحمة عربية شعبية سياسية رئاسية تجمع كل الأشقاء العرب في بوتقة واحدة، وهي العالمين الجديدة باعتبارها رمز مهم جدا جدا لحجم التقدم الكبير اللي وصلت ليه الدولة المصرية وحجم الإنجاز على واقع الأرض. يعني المكان اللي احنا فيه النهاردة لم يكن له أي وجود منذ 5 سنوات أو سنوات قليلة، والآن نتحدث عن مدينة متكاملة بتشهد ميلاد جديد للجمهورية الجديدة.